عليكم الغزالات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو تحت طلب بالنسبة للبنات اللي قالوا لي شاركينا جوا استعداد الفطور، كيفاش تتوجدوا الفطور. فانا عارفة انني الروتينات ديال الفطور هاد العام غابت عليكم نظرا لبزاف ديال الحاجات. اولا قررنا اننا ما نصوروش موائد رمضان هاد العام، ثانيا تنكون مشغولة بزاف مع السلسلة ديال عروستك عندي، فهذا اللي شغلني. لكن اليوم غادي نشارك معكم الفطور ديالنا كيف ما هو، بسيط، وكيفاش تنوجدوا له، كيفاش تعاودوا باش نتعاونوا كيفاش نتعاونوا باش نوجدوا ليه فطور مغربي ولا مصري؟ فطورنا كيف ما تيكون، حنا فطورنا مخلط هكا وهكا، مختلط كل نهار ورزقه كيف تنقولوا. فاليوم غادي نشاركوا معكم الفطور، وغدينا الفيديو من دابا لاننا غادي نخرجوا، خصنا نجيبوا الحليب تسالى وشي حويجات بصل، وغادي نصوروا لكم الخرجه وعاد نرجعوا نوجدوا الفطور. ممكن اطلب منهم واحد الطلب؟ انا بس يعني مش عايز اكون ضيف ثقيل على قناه فضاء صفاء، فاللي عايزني اكون في القناه هاجي معاها يعني بصوره يعني مثلا كل فتره وفتره كده، يا ريت يقول لها لانها اصبحت بتتقل عليا دلوقتي. انا بقيت بحال لاعب كره القدم اللي قاعد في بيسموه ايه البنش، دكه الاحتياط، دكه الاحتياط، منتظر الاوردر بتاعي باش اطلع في فضاء صفاء. فلو عايزين نطلع معاها اضغطوا عليها، انا بتكلم جد والله، اضغطوا عليها وعرفوها على اساس ان انا ايه ورق قال كل شيء تقول لي كل شيء تقول تديله كده عريضه يعني كبيره وبتاع وكله ساين وكلام من ده على اساس يعني انها تبقى ايه موثقه في الشهر العقاري على اساس ان انا اكون ليا دور في يلا انا بضحك معاكم. خلاص نخرج ان شاء الله ونعمل لكم يعني فيديو تدوزوا اليوم معانا. انا بقيت بتكلم مغربي ما عادش عارف اتكلم مصري. لا راك تدخلك شي في شي، ماشي مشكل، كيما هضرتي راه تنفهموا. ما انا فاهم، بس انا عايز اكلمهم مصري وهم وانت تتكلمي مغربي، فيقوم الجمهور المصري والجمهور المغربي يفهمونا على طول. راك تتهضر مصري راهي شي. لا لا انت فرمطتيني. يلا فاصل ونواصل. تعجبني عندك هاد فاصل ونواصل. ما نعرفش اختم معاهم ازاي بقى يعني على اساس راجعين تاني. نقول لهم خليكم معايا. خليكم معايا، خليكم جالسين اشربوا اتاي واجلسوا بيتكم ومطرحكم اتفرجوا على موفي ولا حاجه على ما نرجع ان شاء الله. لا لا بصح لا، غادي ندوز دابا نخبز ندوز نطيب واحد المخمر عجنه وعاد غادي نمشيو ان شاء الله المخمر. انت قلت غنمشي. هي غادي غادي تفوت لي فيها الخميره، قطعتيني خليني بعدا نقول. عجنت واحد شويه المخمره البنات، قلت نديرو نطيبو وعاد نمشيو ان شاء الله باش منين نرجع غير نعمر واحد المخمرات صغار. فتفوت والله الا تفوت لي فيهم الخميره. او انت قلت هنمشي. انت مشيتي قبيله تنعجن. وهذا دازم مين ان انت هتتخبزي بعد ما نرجع. لا قلت لي خليته حتى نرجعوا غادي نلقاه. لبستو وهفضل جالس. انت دغيا دغيا المخمر راه فضفض دغيا دغيا، غادي ندوز مق 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 نطيبهم دغيا ونخرجوا. غير على ما شي على ما تلبس الصباطك على ما الدراري يلبسوا غادي نكون كملته. يلا ما كاينش مشكل، انت عارفين الفض فض ديت فيها مثلا نص ساعة عما نبتدي نخرج ان شاء الله. فض فض دابا انت غير وجد ماشي شغلك في المخمر. انا لا فاد فاد دابا انا لبست السبرديله الشوز يعني ومستني في العربيه هوت وانت فاد 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 دغيا دغيا. لا انا نازل شيخ العربيه عشان تقول لي دقيقتين فاد فاد افضل ماسكها لك على الساعه. لا ما تمسكلي صافي البنات، نمشي دغيا ندير المخمر ونرجعوا باش نخرج. عجنتهم ودرتهم يخمروا، عجنت شويه درت كاس ديال الفورس وكاس ديال الفينو، كاسي صغير وجوج معلقات ديال الحليب بودره ومعلقه ديال الخميره ونص معلقه السكر ومليحه ومعلقه كبيره ديال الزيت وعجنتهم. المهم عجينه الخبز مخمر العادي ودرت هادو صغيورين ودرت اربعه كبار يتاخذوا بالعسل والزبده، وهادو بطبيعه الحال غادي نحمرهم. البنات طابو دوك الاولين، انا تنكمل بقاو لي جوج صغار وبديت في هاد لي كبابرين. كي تشوفو انتوما شتو تبارك الله كي تنفخ. البنات نشوفوا الدلاح وجود الخير، اختاروا شي دلاحه ما خالد لا يختاراني. بارك الله. لا لا والله تبارك الله، ما تتعطيش الصاده، خصك شي وحده تدندن. داري يس اي ثينك وان ات ذا بوتم اوكي جست ويت. بسم الله شحال المبروك. شحال المبروك شوف هادي زوينه زوينه هادي تتعطي صافي هادي زوينه.
يلا حط صافي البنات. جينا شرينا الحليب. شوف خلي التين قروي عاود قال لي قلتي نشري وين الحليب. ديما سبحان الله تخرجي تشري حاجه وتتعاود تبان لك حاجه اخرى. وليني راه حي حبت الله فرحان ولا ما خرجاتش حلوه. شحال المبروك. شحال المبروك. لا ما خرجاتش حلوه انت اللي تدفع الثمن. ايلي تبارك الله. يلا والله الا ولينا غير هاد الخرجات التقضيه تتحس براسك فوجتي تتشوف الناس. ربي اخويا لي طولها علينا حبسه يا لي حبس شي حد يحسنا وين الناس مساكن اللي في السجن. وعلى فكره في اطفال موجودين هنا برضه عشان راه الدراري صغار اللي تيقول لي لا راه عامر على وجهك مسبح انت تتصوري لهم غير هذا الشيء بكل شيء يشوفوك وجهك. صافي حنا راه ما شي شي حاجه غنشريوها ولكن هي بغينا ندورو شويه باش نبدلو الجو والدراري يشوفوا شويه يتحركوا. هادشي مساكن الدراري راه ما خرجوش من الدار راه اولموست دابا شهر ونص خرجوش على باب الدار بزاف. برافو حميمي الحمدي داير الماسك وداير يدو في جيبو ما تيجبدهمش ما تيقاس والو. جود جاب حميمي دا بغى يمشي يتفرج في اللعاب توحش مسكين اللعاب. قلت له يلا زيد تتفرج. حمودة تيتو دابا جا وقت الدفع فغادي نسحب انايا غادي نسحب ونخلي الممول الرسمي. تفضل لا تفضل لا ما تقدمش قدامك حولي ما نقدرش. لا ما. لا كلمتك هي الاول. لا لا وانا نقدر نتقدم قدامك هادي ما يمكنش ولا يمكن ولا يكون. صافي البنات رجعنا دغيا. شوفوا على شميشه خرجت شو قبل دخلت نجري انا للدار نبدا تنوجد لان مشى الحال بقات تقريبا واحد ساعه وقسمين ساعه وربع للفطور فتعطلنا. يعني مشينا تنشوفوا الدراري اللعاب مشينا شفنا البيشكلات مشينا هادي ما حسيناش بالوقت. غندخل دغيا نشوف شنو غادي نجبد شنو غادي نوجد. غنخلي خالد هو اللي خرج التقضيه يحطها غير في باب الدار نحطهم دغيا دغيا ونخليهم تما كاينه حتى الليل ولا مور الفطور عاد ننزل نعقم داكشي ونديروا ونوجدوا الفطور دغيا. انت اللي غادي تطلع تعاوني في الفطور ماشي انا اللي نهز معاك الميكا يا البنات. عتي كنت دايره في بالي بزاف د الحاجات دابا خصني نبدل ضروري ضروري غادي نبدل. فغادي ندير غير السلمون ندير واحد جوج طريفات السلمون نجبدهم دغيا من الفريكو يطلقوا وندير الحشوه لدوك المخمرات. المهم ضغط ضغط هادي باش تقرب المغرب. المهم انتم معايا تشوفونا شنو غادي نصاوبوا ان شاء الله للفطور. وصافي البنات ها حنايا رجعنا مشينا بدلنا حوايجنا دغيا دغيا راكم عارفين يعني احسن حاجه الانسان فاش يخرج ويرجع يبدل كل شيء. فبدلت كي قلت لكم التقضيه ما محتاجاش منها شي حاجات بزاف. طلعت غير الحليب بيدو واحد ها نمبر 1 فغسلت داك البيدو الحليب ودرته في الثلاجه وجا خالد غسل الدلاحه. هبطت انا مشيت نبدل الحوايج كتغسل الدلاحه وغسل البطيخه وغسل المانجا. فهو غادي يقطع الدلاحه لان خصها شويه تاخذ البروده في الثلاجه خصها تبقى في الثلاجه باش تبرد شويه فيبدا بها هي الاولى وغادي نصوروا لكم التقطيع. فصافي انا جبت كي قلت لكم الشرائح ديالي ديال السلمون خليتهم شويه يطلقوا وغادي نوريكم طريقه سهله كي ديروا طيبوهم وواحد التتبيله سبق لي شاركتها معكم وهو غادي يبدا يقطع لنا الديسير وعاد نبز ندير الحشوه لذاك البطاطا الصغيورين. شنو اخر ويمكن نديروا سلطه ديال الفتوش الا سلطه تقطع يمكن هو غيدير لنا سلطه ديال الفتوش سلطه لبنانيه فان شاء الله حتى هي تعجبكم. المهم خليوكم معنا دابا حنا خصنا بحال ماستر شباب نبداو تنخدموا وتنزربوا تنزربوا تنزربوا لان ما بقالناش فعلا الوقت بزاف. هانتوما معنا في هاد الصيبه سباق العمالقه ريدي جو. انا يا خويا راه بشويه عليا انا تنطيبيه ولكن بالخاطر الزربات تلفني. غنغسل شويه بطاطا البنات غنسلقها نديرها صوتي دابا غتعطليني. واش راه خالد انت تتقطع وما تتشرحش دابا غتعطليني انت هذا غير لل انا البنات غادي ندير البطاطا ديالي باش تسلق غنقسمها غير على 8 هاك بقشورها مغسوله مزيان. هذه طريقه تقطيع المانجا اللي انا بعملها اشرحها لهم ازاي هي شرحها نفسها يعني باش تقطعوها بحال الضامه مكعبات. اوكي بتجيب المانجا وتجيب السكينه النايف وتحطها كده في وضع راسي وضع افقي عفوا وبعدين تقطعها من النص. البطاطا ديالي كقطعتها وهذا المانجا ديالي وهذه البطاطا ديالي تقطعها مكعبات باش تسلق. دابا باغي تعطليني انت اشرح لهم وتقعد تقطعي انت ايوا نخدموا بجوج
انا لابس التيشيرت على اللي انت جايبه لي على اي حال، فانا بتفائل بيه. يلا سير بتفائل بيك. هذا ما تعرف انني نجيب بالك كان بالفيزا ديالي ولا ديالك؟ ماشي المهم كويست من المهم شكون عزلو شكون تفكر انت اللي شاريه لي فعلا، هي اللي. لان انا كنت بحب اغنيتي انا الاول. كانت جايك عليها هدايا بحالك نسيت بيت وحب المركز الاول في كلامي كلاس فرقم بطاطا. ها نزيد وحده باش ناكلوه. هاد الايام كلها عندي بطاطا سوطيه بطاطا مسلوقه في الفطور مضروبين عليها، فهادي نديرها سوطيه على حساب السلمون، عندي لها الماء رشيشه الملح ونديرها تسلق ومن بعد نبدا نسوطيها مع البزار والمعدنوس. ها المانجا وجدت. هاد السلمون البنات كان عندكم جولي، هانتوما درتي جوج ديال الشرائح على حساب حنايا اللي غناكلو الدراري ما غاديش ياكلو. ستيل سويه لا غير كتقطع دلة، غتقطع جوج حاجات. ها غتقطع جوج حاجات. عارفة انت رمضان برا على راسك عندك ما تاكلوش. خلاص علشان اظهر ان انا سعيد. خلي ده البنات راه من النوع اللي ما تيبردش القلب نهائيا الحمد لله، ما تياكلش اللي طيبتيها تيبقى تيشوف فيها يذوق ويرجع يذوق ويرجع. يلا تصور انت ولا ندير لهم انا التتبيله؟ دير لهم التتبيله. شوفوا البنات السلمون هادي سبق لي شاركتها معاكم، هاد مستر داش، هادي الزوينه هاد التتبيله، هادي فيها الربيع فيها الخضره فيها الثومه فيها الليمون فيها كلشي يابس ومقطع، فكنت سبق لي شاركتها معاكم درتها في واحد الخضره في الفران. اسمحي لي ودابا غادي نوريها لكم تنديرها في السلمون تاتي رائعه. هادي ما مالحاش كي تتكون مالحه. عين خرجت فيا عينك قوشت عليك. فهادي البنات اللي تناخذ انا ما فيهاش الملحه باش كل واحد يزيد الملحه اللي بغى، فغنحتاج الملحه ونحتاج شويه ديال الليمون. وهذا غير هذا خصهم يشوفوا نعمل ايه التعطيل ده. تترشوا الملح البنات ثم تنرش شويه ديال هاد التتبيله، راه تتعطي البنه وتتعطي المذاق، غادي تلقاوها في كاع المحلات. البنه عندنا ده البنه ده. ريحتها طالعه باينه حلوه. شتو البنات صافي تتقلبوها على الجهه الاخرى وتديروا لها نفس الشيء، تتملحوا وديروا شويه ديال التتبيله، ما تديرولهاش ديك الشرميله اللي تكون فازقه، لان السلمون اصلا تيكون اللحم ديالو هشيش، الا درتو له الماء غادي يبدا يتحل لكم. في الحب قلبي هشيش الحب قلبي هشيش خربقتي لي الكلمه في روح ويطيش ماشي سهل. صافي البنات وهادي تعصروا عليه شويه ديال الليمون هاك صافي. اكسكيوز مي تعرفوا السلمون اصلا راه ما تيحتاجش للتتبيل بزاف، فجربوا هاد الطريقه ورجعوا لي الخبر راه تيجي بنين. وعند جهينه حتى البزار ما تتحتاجوش ديروه لان فيه البزار في ديك التتبيله فيها البزار فيها كلشي. دابا انت حاطه يدك هنا بس تجرحيها وتقول لهم هو اللي مش عارف ايه وبعدين ها هو البنات فغادي نخليه بلاتي واخر حاجه تنقدر نحطو الفطور غادي نخليه. الله لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا باينة حمرا. احكي لهم بقى انت بتعرفيها ازاي لانها خبيرة بصراحة في الموضوع ده. بتعرف ازاي بعدا تدندينة. وهادي حيدتيها نشوف هادي هادي تيسميوها السرة. هاد السرة ديال الدلاحة البنات كل ما كانت كبيرة معنيتها الدلاحة مازال ما طايبة، وكل ما الدلاحة طابت تتبقى هاد السرة تتجمع تتجمع تتولي صغيورة، فكل ما كانت هادي صغيورة هكا معنيتها راه الدلاحة طايبة، كانت هادي كبيرة معنيتها راه مازال ما كملات الدلاحة بالطيبة. وما نعرف النصيب تيبقى الدلاح مع تيسير الله النصيب بحال الزواج تطلع حمرا تطلع خضرا تبغي تدخل السواج والدنيا زي المرجيحة
كنت تحب الاغنيه ديال تسمعها غني معايا. انا الغربات والدن ها انا اللي عطلت كل انت مشيتي تشوف له بشكلاطه الولد كي بشكلاطه شوكولاته يعني بشكلاطه البايسيكل. نقول لك واحد الحاجه تغوت. لا قولي ما كاينش البيض. طب دابا نغوت ولا ما نغوتش؟ والله الا يسحبني كاين البيض. عين عين واش متاكد ما كاينش في الثلاجه؟ تحت عين نمشي نشوف. والله الا في بالي راه عندنا البيض. تزوف تزوف تكون روحتي وجبته لك ولا تقلق. تزوف تزوف كاين ولا ما كاينش قبل ما غوط؟ ما كاينش. وفرق الناس علينا. ما كاينش. ما كاينش. شنو الجديد؟ والله الا نسيت. والله الا نسيت خويا نسيت سبحان من ليس هولينا. انت تقولي لي صافي ماشي شرط البيض اليوم. باغي يعني اعطاها ازاي بقى على الطريقه المصريه؟ شرايح ولا مكعبات ولا دير هادوك اللي تديرهم طويلين هكا باش يجيو ساهلين في العده. اوكي انا ما جبتش البيض المفروض انا يعني بصراحه صافي ماشي مشكل البيضه خالد والله مشكل. انا لو بحالك يعني اقعد لي كده خمس دقائق تايم اوت اروح غرفتي واقعد اجينس ذا وول ولا عرفتي تنقول شنو شنو خاصني ولا انا عارف انت تقولي لي والله هتطلع ان شاء الله 100 100. انا بعرفها بنقولها مرمله بالمصري مرمله يعني فيها احنا تنقولوا مرمله بتقولوها كده. بسم الله انا مسحتك تقولش ما خدامهش معايا. لا شكرا تسلمي لي. دابا اعمل الشو بتاعي عايز دابا نبني ضميري على البيض. ندير البنات الحشوة المخمر. يلا خلصت انا كده ده حطه في الثلاجة. دابا البنات غادي ندير الحشوة ديال البطبوط اللي قلت لكم فهي هذه الحشوة ما عرفتش واش تكون باينة. البطبوط البطبوط هذاك المخمر الصراحة. هنا عندي البيض مسلوق واحد البيضة مسلوقة بقات من البارح ما كلاوهاش فحكيتها وعندي خز ومحكوك عندي الذرة المايس وعندي الزيتون وعندي الطون صافي. المهم راكم عارفين البطبوط ممكن تعمروه باللي بغيتو. خز اللي هو الجزر هو الجزر. غندير الملح والبزار وغادي ندير واحد شوية الحامض نعصرو وغندير المايونيز فهذه الحشوة اللي غادي نخلطها انا درتي شوية وغادي نعمر بها وصافي. وخالد هادي بدا لنا سلطة الفتوش. سلطة الفتوش طبعا لبنانية الأصل مش كده؟ لبنانية الفتوش مع طبعا احنا المفروض بنعملها من العيش ولكن عشان مش موجود ممكن بنعملها من اللي هو الخبز الرقيق ده اللي بيستخدم ممكن اللي هو بيتعمل رولز يعني ممكن بيتحشى حاجات او اللي هو العيش بتاع الشاورما. يا تشبه الشاورما. فهنقطعه طبعا مربعات تك 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 وبعدين نفس الشيء مع الخيار شرايح. وانا هحاول اتكلم بسرعه لاننا متاخرين وكنت في الفيديوهات اللي قبل كده ببطئ شويه. وعندنا طبعا المطيشه او الطماطم برضو نفس الشيء هنقطعها وده اللي بيسموه عندكم الخس. الخس الخس وهنقطع الخس وهتبقى ليله فل ان شاء الله. فاصل ونواصل. البنات نسيت راه سخنات فغادي ندير بطاطا. هاد البطاطا راه كي قلت لكم سلقتها في الماء مملح شويه الملح غنعاود دابا نزيدها واحد الرشيشه صافي. البنات سكينا البنات وصافي غادي نبقى مقابلاها هكايا تنسوق فيها في المقلاة حتى تعطيني واحد الهويين زوين وتتحمر لي من كاع الزوايا. دابا خليت لك تما وجاي تابعني لهنا صافي. البنات درت الزيت يسخن وغادي نبدا تنقلى فيه داك العيش اللي هو قطع انا رميته في الزيت مقابله وفي نفس الوقت تنعمر البطبوط يعني يدي هنا وهنا تنمشي نطلع على البوطه ونرجع نعمر دغيا دغيا. فهو هادي يدير لنا العصير نديرو العصير ديال البنان والافوكا. شكرا حليب عفاك حرق. لا والله لا دغيا دغيا قطع لي وحده اخرى مع الكماد حكم القوي اخويا عيني هنا وعيني هنا حكم القوي تحرق لي العيش يا تيكفح الصوبه السربه لي وحده اخرى الله يسهلها. دابا هي خايفه من المنافسه هي مضطربه ده علامات اضطراب يعني الزربه قالك اول مره تحرق حاجه صراحه. اوبا اوبا والبطاطا هلا هلا
نفطر في ماكدونالدز ولا حاجه. لا تلفتيني يا خالد. والله حرام عليك سرقات بطاطا. لا لا الفيديو ده ست سيبك من الناس عارفه الفتوش بتاعه. شتي الخدمه مع الرجال؟ شتي الزربه الخاويه؟ لا بيسموه اضطراب نفسي على الخوف. خوف مشى الحال. لبست لك نمبر 1 خضيتك. صافي صافي مشيتي بيها. بس والله لا لا ماشي شغلي تاكل بطاطا. اكل اكل امها استغفر الله. محروقه حلوه ديت احنا بنسميها عندنا مقرمشه. شوف بكبر لك الخاطر ازاي. احمد الله ندير لك الخاطر اهو. ناري البنات حرقات لي بطاطا. غادي ندوز للسلمون. سيب سيب السلمون بقى سيب السلمون تبارك الله. خلاص اخرج انت. لا ما تخافش. طوب في السلمون درت شويه ديال الزيت. واحرقوا يا البنات روحوا اشتروا كاع. غادي نحطه. نوقتي لي الدماغ ديالي بنات. انا السبب برضه. ندير البنات الشوربه ديال مطيشه بالشعير نديرها تسخن. تنقول ندير شي روتين ونوريكم ديك الخضره اللي قطعت ديال الشوربه. ساعه مازال كاع ما كتبت ولكن ان شاء الله نديرها لكم. فهمت شتي اصلا هو دغيا تيتحمر حتى هو. هلا هو ساهل هذا العيش. تيبقى بيض بيض شويه تيبدا يتحمر بالزربه. والله هاد شرب السميده ما شاء الله. اجي الفطور ناقص بلا بيض مسلوق ولفناه. انا كده اعتبر كسبت صح؟ انا على هادشي بصراحه يعني المفروض ارفع الرايه البيضاء لا استسلام لا. انا شغال اهو بما يرضي الله. اغسل غسيلي ولا فيش مسيلي. انا مش كما كان بيغسل زمان مش كده؟ وزمان واللي الزمان يرجع يا زمان. راك غلط عاي خصك تجيب السهم مع السهم. ايوا شتي درتي السكر. يا الشاف بشاخ. انا حبيبتي بس حبيتك انت تحط صبعك فيها احنا مش محتاجين. اسير جيب السكر تطيعنا. لا هي حط صبعك فيها. دابا حصلتي ما تبقاش تدير لي. حصلتي انت داير العصير بلا سكر باش تعرفني راه الا خطيتك غتنسى كلشي. طب جيب لنا جيبي عفاك انت السكر المحروق الابيض. ودابا انت شاد عليا هذا المحروق. تعال نشوف دير جوج. طبعا الحمد لله اخيرا تمكنا من عمل العيش المحمص بدون ما نحرقه. انجاز في حد ذاته. وبعد كده بنبتدي ايه نرمي السلطه بالخضار بتاعها في البوله ديت. وبعد كده بنضيف لها الزيت فلفل اسمر ونعصر عليها الليمونه او بيسموها حامض. ونعصر عليها الحامض. يلا اديها. انا البنات تنسخن الطبوط الكبير باش نديرو بالعسل والزبده. هيتحرق؟ سير سير. واشم ريحه حرقان. الحمد لله البوليس ما جاش. نقول له فضاء صفا كانت بتحمص عيش يا اخوي. هاي البنات السلامون حرقت؟ لا تحمرت على جهه وقلبتها تتحمر على الجهه الاخرى. ممكن البنات ديروها في الفران يا ريت تشد الوقت شويه اكثر. بالناس اللي ما بغاوش الزيت ممكن يديروها غير في الفران. هذا انت بالعاني تتبرك فيها ما كاين لا حريق لا والو. صافي هي دابا هادي واجده. غادي نهز هاد الشرائح وها هما واجدين. واجده ولا العريش؟ وطعنا الفريز وخلصناه ميشن اكامبلشت. وبعد كده اضفنا عليه سكر وايه وقلبناه. وقلب يا معلم ويا حركاتك يا يا بركاتك. وبعد كده عشان الحاجات الكوبايات اللي قدامي ديت هنفضيه هنا في بتسموها ايه ديت البولات الصغيره ديت سليفه زليفة تصغير زليفة زلافة. صافي بقات تقريبا واحد 10 دقائق من المغرب. صافي غادي نفك العصير هنايا في الكويسات. ها هو السلمون البنات مش محروق مش محروق. هنا هاد الخضرة كانت عندي من البارح درتها صوتي وبقى منها شوية فغادي نعاون
بها حتى هي. هنايا واحد البيتزات كانوا عندي من البارح دي صغيوري للدراري، غادي نسخنهم اليوم. صافي الشوربه ديال السميده راه انا سخنتها، غادي نغرفها والبطبوط وغادي نختمو. التمر نسيتو، جيب صندوقات التمر وعمر عافاك ديك البوله راه لا اله الا الله. لازم تمر، ايوا بلا تمر لا. صافي هيا تقول الله لاسل لاسل. مولاي اني ببابك انبسطت يدي، شيخ نقشبندي أجود به إلا كيسندي. مولاي إني ببابك. واحدة إن شاء الله مع البنات المخمرات، نديرهم مع الزبدة دوبتها ومع العسل. وصافي البنات هنايا تسالى الفيديو اليوم، هادو هما الحويجات اللي وجدنا بالزربة وشاركناهم معاكم. كي شفتو ما خداوش مننا تقريبا ساعة وربع ما كاملاش، واخا تحرق لي داكشي واخا الزربة واخا هادي، المهم وجدنا فطيرة سهلة مهلة. هادو التلاح المانكا الحاجات اللي وراكم خالد الطريقة كيفاش تيقطعها. العصير هذا سلمون، جربوا البنات سلمون بهاد التتبيله اللي قلت لكم، راه غيفك لكم الوحايل يعني فيت في ديما تيتسالى دغيا. فالمهم نتمنى تكونوا عشتوا معنا اجواء زوينه وتكونوا غيرتوا معنا الجو معايا ومع الشاف خالد. رمضان كريم. ونسيت بالنسبه للمانجا، على فكره القشر بتاعها بعد ما تاكلوه مفيد جدا للبشره لو عملتوه. لا بجد والله بيوتي خالد بيوتي، هتحسوا بيه مباشرة يعني اول ما هتحطوه سواء راجل او ستي، انا بتكلم للناس بوجه عام، هتبتدي تحس انه كأنه فعلا ابتدى شد الوجه كده وهتحس برطوبة. يا خالد ديما تاكل المانجا وتهز القشرة تدهن بها وجهه تعجبه. شكرا لوجودكم معنا، اذا عجبتكم في الفيديوهات اعملوا لايكات لصفاء، سبسكرايب، فعلوا الجرس. ولا بغيتوا وصفات اخرى للفطور هكا ديال فيت في، لان هاد الايام كلها تيكون عندي تصوير السلسله، فاغلب الوصفات الفطور تتكون سهله مهله. خليوها لي في التعليقات نشارككم المزيد من الافكار الرمضانيه. نتلاقاو في فيديوهات مقبله. احييكم رمضان كريم، احبكم في الله.